تقوم هيئة تشغيل الروميلا بإدارة حقل الروميلا النفطي، وهي هيئة مشتركة تجمع بين شركة نفط الجنوب وشركة بي بي وشركة بترو تشاينا. تلعب الروميلا دورا مهما في دعم المجتمعات القاطنة داخل الحقل وحوله، ولكون هذه المجتمعات تعيش جنبا إلى جنب مع الروميلا، تقع علينا مسؤولية مهمة تكمن في التصرف كجار مسؤول لهم. تم تشكيل لجنة وأطلق على هذه اللجنة اللجنة المجتمعية. الهدف من وجود هذه اللجنة هو حل مشاكل جميع المواطنين. عملت اللجنة المجتمعية معا كفريق واحد لإحداث فرق داخل المجتمعات في الحقل النفطي وما يجاورها. لقد عملت اللجنة المجتمعية للروميلا على إنجاز عدد من مشاريع المنافع المجتمعية. علينا مساعدة هذه الشريحة في بناء اقتصاد، في بناء مجتمع متماسك بعيد عن التناحرات. إن إنجازات هيئة تشغيل الروميلا في مشاريع المنافع المجتمعية تشمل عدة قطاعات، بدءاً من تحسين الرعاية الصحية وتطوير المدارس إلى تطوير المهارات للأفراد المحليين وتطوير بيئة العيش بشكل عام. وهذه هي الطريقة التي تعمل بها الروميلا لإحداث التغيير. الصحة، لا يوجد شيء أكثر أهمية من قطاع الصحة، لذلك بذلت الروميلا جهوداً حثيثة لتطوير وتحسين الرعاية الصحية للسكان المحليين. في شهر آب من عام 2016 تم افتتاح المركز الصحي الجديد في قرية الخورة، والذي يقدم خدمات صحية لعشرة آلاف فرد من تلك المنطقة بتمويل من صندوق المنافع المجتمعية لهيئة تشغيل الروميلا. اليوم صراحة بمجرد افتتاح هذا المركز لاحظنا المجتمع الذين يقطنون في تلك المنطقة جدا سعداء. الحمد لله والشكر، هسه المستوصف مركز صحي يعني انجز، احنا اهم شيء هذا. كما قامت الروميلا ببناء عيادة للمجتمع في منطقة الروميلا الشمالية في عام 2013، والتي تقدم الخدمات الصحية لسبعة آلاف فرد. كما تبرعت الروميلا بجهاز إيكو لمستشفى الزبير لمساعدة الأطباء على الكشف على الأمراض هناك. ومن الشروط الأساسية للحفاظ على الصحة هو المياه النقية. كانت الناس تعاني معاناة يعني شديدة. حاليا من صار اجتماعات مع المحافظة ومع شركة البي بي ووفرت لنا مضخات عدد 2، فتغيرت الأمور وانقضت على الأزمة. وفي عام 2016 اكتمل مشروع كبير للمياه في قرية الخورة، حيث تم بناء محطة ضخ وأنبوب لإيصال مياه الشرب إلى منازل ما يقارب 4000 فرد من تلك المنطقة ولأول مرة في حياتهم. وتعمل الروميلا حالياً مع حكومة البصرة المحلية لتوسيع هذا المشروع لإيصال المياه إلى 3000 فرد آخرين. المدارس والتدريب، تواجه المدارس في المجتمعات داخل الروميلا وحولها العديد من التحديات. تكفل صندوق المنافع المجتمعية للروميلا بإصلاح الأسلاك الكهربائية والإنارة والعزل كي يتمكن الطلبة من التعلم في بيئة أكثر أماناً وراحة. كما تم بناء دورات مياه جديدة للطالبات، الأمر الذي لعب دوراً كبيراً في إبقاء الطالبات في المدارس. نشكر جهود الحكومة المحلية وهيئة تشغيل الروميلا وبالخصوص شركة البيبي ما قامت به وبالتعاون مع منظمة عمار الدولية. وتؤمن الروميلا بأهمية إدخال مهارات وفرص جديدة للمجتمعات المحلية. يعيش العديد من نساء الخورة وأطفالهن في فقر، لذا بحثت الروميلا عن الطرق الممكنة للمساعدة في تغيير ذلك الواقع. تم افتتاح هذا المركز النسوي عام 2015، هو يقدم خدمات مهمة جدا لتنمية قدرات النساء في تلك المنطقة. وللوصول إلى أكبر عدد ممكن من النساء، تضمن هذا المركز رياضاً للأطفال
كي تتمكن الأمهات من التعلم بينما يتم رعاية أطفالهن في الوقت نفسه. تحسين بيئة العيش. إن توفر بيئة عيش مناسبة أمر مهم للجميع، ومن خلال صندوق المنافع المجتمعية قامت الرميلة بدعم عدد من المبادرات الرامية لتحسين حياة المجتمعات المحلية. هناك من التعاون الكبير مع إدارة شركة الرو لتحسين واقع الخدمات من جهة، ودرج كل ما تحتاج المنطقة في الخطط المستقبلية. كما أحدثت المشاريع المجتمعية للرميلة تغييرات كبيرة في البنى التحتية للقرى من خلال إنشاء وإصلاح الطرق التي تحسن وصول الأفراد إلى العالم الخارجي والخدمات، إلى جانب الاهتمام بالمتنزهات في المناطق القريبة. الهيئة قدمت مشاريع في كافة مجالات الحياة. شارع الإسفلتي اللي طوله 4 كيلومتر كانت الناس تعاني من هذا الطريق، فاعتيادي هذا مردود إيجابي للناس بالنقل. ماكو مشروع أنجز إلا وإلى مردود إيجابي للمنطقة في كل المجالات. نحن حقيقة فخورين بما قدمته شركة البيبي بالتعاون مع شركة نفط الجنوب من خدمات مجتمعية لهذه المناطق. Romania Operating Organization takes the Social Welfare Fund very seriously. We look to fulfill our responsibility in the neighboring communities of where we operate. The reality is we have worked with SOC, the ministry, local community leaders to jointly deliver the proposals, recommendations and eventual solutions that they desire, all part of collaboration and overall joint effort.